السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من تعليم الرسم مع إبراهيم عبد الناصر. النهاردة هاند جرافت عن حاجات جميلة إزاي كلنا في البيت عندنا مذكرات كتب قديمة بدل ما أروح أبيعها بحاجات رمزية هنعمل بيها تحف هنعمل بيها شغل جميل جداً مع بعض. بس احنا عشان نشتغل بيها بنمسك الورقة بنقطع الورقة كده وبنجيب خلة زي دي وبعملها كده كده من هنا اهي اخد دي كده اهو. بص لي وافرد كده الناس اللي هي اي لا تعمل الحاجات دي اهي اجي جاي هنا شمع لزق المهم حاجه تلزق اهي اهي بص انا عملتها اهي يبقى انا عندي المجموعه دي كلها اهي المجموعه دي كلها اهي هتبقى عامله كده. دول بقى اللي هنشتغل بيهم الاشغال بتاعتنا ماشي. تعالوا بعد كده هنشوفوا هنعملوا ايه بقى ايه واللي جاي الاشغال بتاعتنا. واخد هنا بقى اللقطه اهي اي جاي عامل كده ايه كده بقى انا عملت ايه المجموعه دي كلها ايه. تعالوا بقى شوفوا هنعملوا ايه. نبدا بقى نشتغل اهو
كده احنا ايه عملنا حاجه من ورق قديم عندي في البيت انا استغليته عشان اعمل ايه مقلمه احط فيها القلمه بتاعتي احط فيها المقص بتاعي احط فيها كل الحاجه اللي انا عايز احطها بتاعتي. وبكده يبقى احنا خلصنا النهارده ازاي نستخدم الكتب القديمه والحاجه القديمه اللي عندنا في تدويرها ان احنا نعمل مقلمه نعمل قاعده للموبايل نعمل حاجات كده ان شاء الله في الحاجات ديت. واللي عاجبه بقى يكتب لي كده حاجه بسيطه وممكن بعد كده هنزينها هنا بنحط استرس ممكن نحط هنا حاجات اكسسوارات ليها لكن هي هنا تعتبر بالورق بس يعني دي كده ما كلفتنيش حاجه خالص غير هو شويه لزق وبالورق كل دي بالورق بس. وان شاء الله ما تنسوش بقى في اللايك والشير وان شاء الله نشوفكم على خير باذن الله.